خلدوا الاتحاد المغربي للشغل بمناضليه وأطره وقيادته الذكرى 63 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل وفي 20 مارس عام 1955 وهذه المرة في عروسة الشمال عروسة النضال مدينة طنجة. فإذا 63 سنة من النضال، 63 سنة من الوفاء للمبادئ التي أسس عليها الاتحاد المغربي للشغل، 63 سنة في خدمة الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية، ونضالنا سيستمر إن شاء الله خدمة لمصلحة عموم المأجورين وخدمة البلاد. شكرا. للفاعل الإعلامي الذي نعتبره صانع رأي هذا اللقاء، واعتبره كذلك هو رئيس مجلس إداري لمؤسستنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأستاذ على هذه الكلمات في حقي وفي حق الاتحاد المغربي للشغل. المغربي للشغل وأول عمدة لمدينة طنجة وبصم البصمات ديالها. فإذا أخواتي إخواني، هذه هي الأسباب ديال تواجدي اليوم. كنبغي نشكر بيت الصحافة، وكعادتي أنا راه الإشارة ديالكم غنجاوبكم بكل صراحة وكل ما عندنا في الاتحاد المغربي للشغل. 11 شهر من بعد ما حطوه في البرلمان، ففي الحقيقة هذا القانون لا يشرف المغرب، القانون التنظيمي سيضع المغرب في الخانة ديال الدول اللي ما نبغيش بلادي نقول لها الدول الديكتاتورية، لأنه يمنع. ثم لجنة القطاع الخاص اللي احنا نطالب بتطبيق تشريعات العمل من مدونة الشغل وضمان اجتماعي وحماية.